السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مشاهدي قناة الصحة والجمال الكرام، كل عام وأنتم بخير. هكلمكم النهاردة إن شاء الله بإذن الله في حلقة اليوم عن الاكتئاب، أسبابه وطرق علاجه وأعراضه، وإزاي الإنسان يقدر يتفادى أو طرق الوقاية من الاكتئاب. الاكتئاب هو حالة من عدم السواء النفسي، حالة من السوداوية، الإنسان يرى الدنيا كلها سلبية سوداوية، حالة من الحزن الشديد اللي قد لا يكون يعرف المريض له سبب. منظمة الصحة العالمية في آخر إحصائية ليها بتتكلم عن الاكتئاب، تقول إن 350 مليون فرد في العالم يعانون من اكتئاب حاد، 20 مليون شاب أو مريض بالاكتئاب في الوطن العربي، 20 ل 25% نسبة السيدات، 12% نسبة الرجال، بما يعادل 2 إلى 1 النسبة، أي النساء ضعف الرجال. وذلك يرجع إلى أسباب بيولوجية مختلفة أو أسباب وراثية مختلفة، والعامل الوراثي والبيئة والتكوين النفسي والتغير الهرموني والاستجابة للاسترس أو للقلق والضغوط الحياتية عند السيدات أعلى شوية من الرجال. عندي كل سنة بيموت 1 مليون شاب أو 1 مليون مريض من الاكتئاب، ضحايا الاكتئاب سنويا. لذلك هو الكابوس المرعب في الخمس سنوات القادمة هي الاضطرابات النفسية بصفة عامة، الاكتئاب والإحباط والقلق بصفة خاصة، يليهم الفصام بصفة في تتابع مستمر لانتشار هذه الأمراض. يمكن الاكتئاب أنواع كثيرة جدا، أكثر من 48 نوع طبقا للدكتور أحمد عكاشة أستاذ الصحة، أستاذ الطب النفسي ورئيس الجمعية العالمية للطب النفسي، يقول إن في 48 نوع من الاكتئاب. في اكتئاب اللي هو الدايبولر أو البايبولر ديبريشن، البايبولر ديبريشن اللي هو الاكتئاب ثنائي القطب، ده من أكثر الاكتئاب أنواع الاكتئاب صعوبة في التشخيص والعلاج، حتى في العلاج بتاعه بياخد وقت أطول. سأتحدث كثيرا معكم عن أنواع الاكتئاب وأسباب الاكتئاب. بالتأكيد في 3 أسباب يؤدوا إلى معظم الاضطرابات النفسية كما تحدثت معكم سابقا، ألا وهو 1 الاستعداد الوراثي. الاستعداد الوراثي للاكتئاب، نوع الشخصية، قد أكون أنا نوع شخصية اكتئابية، شخصية الاكتئابية غير مريض الاكتئاب. أولا كل الناس عندها بعض الأعراض الاكتئابية، كل إنسان في العالم بيجيله كل الاضطرابات النفسية، ولكن بنسب سليمة. لو زادت النسب السليمة هنا يصبح مرض، هنا محتاج تتابع مع دكتور مختص. الأعراض المرضية للاكتئاب عندنا كثيرا جدا، ممكن الحزن، الكآبة، عدم الشعور بلذة الحياة، فقدان الرغبة الجنسية، كل دي أعراض. لكن امتى تبقى مرض؟ امتى يبقى الكآبة مرض عندي؟ وقلنا قبل كده ده شرط في كل الأمراض النفسية طبقا لمنظمة الصحة العالمية، ان هذا الاضطراب يؤثر على الشخصية بتاعتي وعلى سلوكي وعلى وظيفتي وعلى حياتي وعلى علاقاتي لمدة تتخطى الـ3 أسابيع، من 14 يوم الى 21 يوم. يوجد بعض الأطباء اللي هم الكبار في مجال الطب النفسي يقول ما يهمنيش ان توصل لهذه المدة، لكن يهمني شدة المرض. فممكن واحد يجيله اكتئاب او اعراض اكتئابية لمدة مثلا 10 أيام، ولكن جاية بشدة. حد يجيله تفكك في الشخصية بشدة، حد يجيله سكيزوفرينيا بشدة. فمش لازم اصبر على المريض اللي هو الوقت اللي احنا بنقول عليه اللي هو 21 يوم، لكن ده التعريف او ده المدة اللي اتفقت عليها منظمة الصحة العالمية، فتتوقف على 21 يوم. تأثير هذا الأعراض أو هذا الاضطراب على 3-4 جوانب في حياتي، منها علاقاتي، منها شغلي، منها حياتي، منها شخصيتي. أنا شخصيتي نفسها بتتغير وعمال كل شوية أحس باضطرابات في الشخصية. إذا أعراض الاكتئاب، لو عند الجميع وكلنا بنمر بأوقات الحزن وأوقات الهم وأوقات الإحباط وأوقات التوتر وأوقات الخوف، ولكن مش بصفة مستمرة وزايدة. إذا عشان أقول على المرض النفسي أصبح يتحول من عرض نفسي أو من اضطراب نفسي إلى مرض نفسي، لازم أتعالج ولازم مختص يساعدني. يبقى قلنا المدة، وقلنا إن المدة تزيد عن 21 يوم، وقلنا إن يأثر على أركان حياتية وأركان شخصية بتاعتي وأركان عملي وأركان علاقاتي. هنا يبقى الموضوع ده جرس أو ناقوس الخطر. في حاجة تانية،
عايز حضراتكم تخلي بالكم منها دلوقتي في الاعراض اللي احنا الجانب الوراثي، اسباب الاكتئاب الجانب الوراثي رقم واحد الاستعداد الوراثي. احنا مش بنتولد بجين اسمه جين الاكتئاب، ولكن بنتولد بالاستعداد الوراثي للاكتئاب. فتقوم يجي عامل اخر ملتحم معاها مع الجانب الوراثي اسمه العامل البيئي. العامل البيئي والظروف البيئيه لما تبتدي تاثر وتبتدي تضغط عليا البيئه الضغطه ونوع الشخصيه، لو ان انا شخصيتي اكتئابيه والظروف الضغطه حواليا وان انا شخصيتي ضاغطه بطبعي شخصيه باخد كل حاجه على اعصابي وبتوتر وبزعل وبشيل في نفسي جدا، يقوم يحصل حاجه تانية وهي العامل البيئي يفعل الاستعداد الوراثي. يبقى العامل البيئي بيدخل معايا الاستعداد الوراثي ونوع الشخصيه بيدخل معايا، الظروف الحياتيه داخله معايا في اسباب اللي هو الاكتئاب. عشان الانسان يكتئب فيه يعني كتاب ظريف جدا اسمه كيف تصبح مكتئبا او كيف تكون مكتئبا، فالكاتب بتاعه يعني عامل الموضوع بطرفه وجميله جدا وحط 3 خطوات عشان الانسان يكتئب ويسبب لنفسه اكتئاب الانسان الساوي حتى. اولا يقول لك التسلط والسخط، انك سوري الاستياء والسخط، انك كل موقف في حياتك استاء وكون ساخط على طول، كون ناقد، استهزأ، تبلد المشاعر واسخط، يعني خليك ساخط على طول وانقد ولوم وقارن، ده هيسبب لك هيبتدي يوديك ان هبقى اروح لاعراض الاكتئاب تظهر عندي. تاني حاجه افقد الامل، يمكن مريض الاكتئاب فاقد الامل في الحياه، فاقد الامل حسب شده الاكتئاب طبعا، فاقد الامل في الدنيا، فاقد الامل في الحل، فاقد الامل في اي حاجه. مش عن وفعلا الله يكون في عونهم، يعني مرضى الاكتئاب الله يكون في عونهم 350 مليون واحد، 20 مليون في الوطن العربي، نسبه الاكتئاب عالميا قلنا حوالي 20% من السيدات و10% او 25 و12% للرجال، يعني النسبه الحاده فيهم في هذه النسبه اللي لازم تتعالج توصل ل 7%. يعني لو بتكلم على مستوى مصر بتكلم في كام مليون؟ 7 مليون واحد. فيعني الله يكون في عون هؤلاء المرضى لان بيعانوا جدا من اضطرابات وتخبطات هنتكلم فيها كتير. فقدان الامل سمه اساسيه للمكتئب، لذلك لو عايز تبقى مكتئب بسهوله جدا افقد الامل، خليش عندك امل في ربنا، امل في الناس، امل في النجاح، امل في النفس، امل في كل حاجه، ما عنديش امل. والانسان من غير امل بيضيع. انسان من غير امل ومركب من غير هدف او من غير شراع الاثنين بيتكسروا. يعني فتخلي بالك ان لو انسان ما عندوش امل هتروح فين؟ طب ولو عندي امل وما عنديش ايمان بالامل برضه هتروح فين؟ فلازم يكون عندي امل واعتقاد وايمان بهذا الامل. فالامل فقدان الامل واليقين والايمان من الحاجات اللي تضيعك تماما في وتوديك الى ان الاكتئاب هيجي لك بسرعه. الحاجه الثالثه عشان كيف تصبح مكتئبا العناد. عاند، اعند في كل حاجه، ما تعيش مع المشكله، على العناد وعدم القدره على المشكله. لكن المضطرب المكتئب هو طبعا عنده اضطراب نفسي فاستخدم حيل دفاعيه معينه وما نفعتش معاه، فهو مش عارف يتكيف نفسيا مع الظروف الخارجية. وقبل ذلك تحدثت مع حضراتكم وقلت لكم ان الصحة النفسية هي القدرة على التكيف مع الواقع، والتكيف غير الاستسلام، ان انا ما اقعش ضحية الواقع، ضحية ظرف معين، ضحية حاجة معينة، او ضحية مؤثر معين او مشكلة معينة، ولكن اتكيف واتعايش معاه بدو واستطيع ان انا لو اقدر اغيره اقدر العب في التغيير بتاعه، ده موضوع تاني وقضية تانية. يبقى أنا عشان أكون مكتئب محتاج فقدان الأمل، محتاج إن أنا استياء وسخط، محتاج عناد وعدم استسلام للمشكلة أو عدم القدرة على التعايش مع المشكلة. الثلاثة دول طبعًا يسببوا لي اكتئاب بطريقة كبيرة جدًا. عندي تاني الاكتئاب يجي لي إمتى؟ من أسباب الاكتئاب فترات الانتقال. ممكن يجي لي اكتئاب إن أنا أنتقل بقى من الزواج للطلاق، مع الطلاق وقوع الطلاق المشاكل الزواجية الكثيرة، فترات المراهقة الانتقال من الطفولة للمراهقة، من المراهقة للشباب، من الشباب للشيخوخة، فترات دي سن المراهقة، الفترات دي بيحصل فيها تغيرات هرمونية في الجسم، هنا بيسهل جدا اختراق المرض النفسي أو الاكتئاب يخترق الشخصية. العيش مع أفراد مصابين، تأكيد الاكتئاب يعني زي أي فكرة في العالم، فكرة سلبية سوداوية معدية بالطاقة. يقول المكتئب الدنيا عنده سودة، الدنيا عنده سلبية دايما، فطاقته سلبية قوي، فيقدر يؤثر على بعض المحيطين له في بالطاقة بتاعته أفكاره ومعتقداته. ويمكن هنشوف من سبل العلاج الأساسية للمكتئب بجوار العلاج الطبي لو الحالة شديدة العلاج النفسي، العلاج المعرفي يجيب نتيجة كبيرة جدا في العلاجات في الاكتئابات البسيطة بطريقة إبداعية، والاكتئابات حتى اللي هي الحادة أو الجسيمة مع العلاج الطبي
العلاج النفسي ماشي في الخط بالظبط مع العلاج الطبي، والجلسات الإرشادية ماشية بارالل مع العلاج الطبي. طيب عندي مشاكل العمل، ممكن مشاكل العمل، مشاكل الزوجية، من أكتر حاجات تجيب اكتئاب واضطرابات نفسية عموما المشاكل الاقتصادية، المشاكل الاقتصادية، الأزمات المالية، الفقر، ضعف الصحة، وجود مرض عضوي. في ناس عندها أمراض مزمنة كرونيك، عندها كرونيك ديزيزيز أو كرونيك ديسوردر، عندها اضطرابات مزمنة، أو عندي مرض مزمن. يوم المرض المزمن ده لو مرض عضوي يوم يأثر على نفسيتي. فممكن المرضى كتير، مريض السمنة معرض للاكتئاب، مريض السكر معرض للاكتئاب، مريض السرطان معرض للاكتئاب. لذلك بتلاقي فيه مع الامراض التقيلة او المزمنة في دايما استشاري نفسي او دايما طبيب نفسي بيتابع الحالة من فترة للتانية عشان يبعد الاثار الاكتئابية اللي ممكن تيجي. ممكن تدني هرمون الغدة الدرقية اللي هو السيروكسين ممكن يأثر في بعض الهرمونات دي، لما تقل يأثر في بعض الشخصيات ويبتدي يجيب لي اللي هو الاكتئاب. تراكم المشاكل لدرجة ملهاش حل، لكل يوم المشكلة تتكوم على اللي قبلها، تتراكم على اللي بعدها، تتراكم على اللي بعدها، يقوم ملهاش حل والإنسان يكتئب. من الحاجات الظريفة جدا في أسباب الاكتئاب الطعام، يعني في ناس كتيرة جدا الأكل. دراسة عملتها جامعة في إسبانيا بتقول ان اكلات الدهون، الحاجه اللي في الفانك فودز او اللي بيسموها ايه الفاست فود، الجانك فود والفاست فود، الاكلات السريعه او الوجبات السريعه، بتعمل مشكله كبيره قوي في الاستعداد او تهيئه الشخص للاكتئاب. ولقوا الناس بتاكل فاست فود كتير وتاكل دهون غير مشبعه او غير مهدرجه وياخدوا وجبات سريعه بره البيت كثيرا، عندهم استعداد اكتر للاكتئاب. وجدوا الناس اللي بتاكل بزيت الزيتون يتغلبوا على هذا الشعور، وزيت الزيتون من الحاجات اللي الاسلام وصانا بيها، وهو برضو زيت الزيتون بيشتغل بينفع كثيرا جدا في انواع كثيره من العلاجات النفسيه او العضويه. الوحده لو ان الوحده ايضا تلاقي فيه مشكله كبيره جدا، الوحده ممكن تجيب للانسان اكتئاب. الوحده وخاصه في شخصيه من الشخصيات اسمها الشخصية الانعزالية، هي بطبعها تحب العزلة وتحب الانعزال، وده أكتر عرضة للاكتئاب. وجدوا الإضاءة، عملوا دراسة عجيبة جدا في جامعة مقاطعة أوهايو الأمريكية، وجدوا حاجة عجيبة جدا، الإضاءة خفت الإضاءة الإضاءة الضعيفة الخافتة تؤدي إلى بعض من أعراض الاكتئاب، ومشاهدة التلفاز في إضاءة ضعيفة جدا يؤدي إلى اكتئاب. وجدوا إن النوم في إضاءة من الحاجات اللي تسبب توتر للإنسان. يقول لك النوم لما يكون وانت في الظلام عشان خاطر بعض الهرمونات الميلاتونين بتتفرز او النقلات العصبيه في من غدد المخ عشان خاطر تحسسك بالاسترخاء، ودي لا تفرز الا في الظلام الدامس. لذلك يحبذ النوم في ضوء خفيف جدا جدا او ظلام. وجدوا ايضا النوم، اضطرابات النوم تسبب اكتئاب. وجدوا ان الانسان الطبيعي، وعملوا دراسة في جامعة كولومبيا، ان الانسان الطبيعي اللي بينام 6-7 ساعات 8 ساعات في اليوم بيبقى انسان اقل عرضة للاضطرابات النفسية عموما. وعملوا الدراسة دي على 15669 فرد في عمر المراهقة، وجدوا ان الناس اللي ما بتنامش مبكرا، السهر الكثير بيزيد حالة الاكتئاب او يساهم في اعراض او تعريض الشخصية للاكتئاب، ان الشخصية تبقى عرضة للاكتئاب. لذلك هنلاقي من اعراض الاكتئاب اساسا قله النوم، المريض منعزل مش عارف ينام، عنده اضطرابات في النوم. لذلك هو بس لما بننظم له يومه وننظم له حياته بتساعده كتير جدا. من علامات الاكتئاب، الاكتئاب طبعا ليه شويه علامات، دي اسبابه طبعا، اسباب بيئيه واسباب وراثيه واسباب طبقا للشخصيه. الاكتئاب ليه اعراض كده كتيره جدا كتيره جدا، من ابرز الاعراض بتاعته السلبيه، الاستسلام، الضعف، الانسان حس انه ميت وهو على قيد الحياه، يعني جسد بلا روح، لا عنده طعم الحاجه ولا حاسس بحاجه ولا تفرق معاه اي حاجه. الانسان المريض الاكتئابي بيبقى يعني حالته حسب طبعا شده الاكتئاب. عدم المبالاه وعدم الاكتراث العام، مفيش مبالاه، هو لا يبالي، يعني لا مبالاه بتاتا، مش فارق معاه اي حاجه، تكلمه في اي موضوع مش فارق معاه، تكلمه في ولاده عادي، في صحته عادي. لذلك بنبقى خايفين جدا ان اللامبالاه دي توصل، طبعا الاعراض تزيد شويه ويروح للانتحار.
فهنا بيضطر بقى ان المريض ياخد ادويه من قبل الطبيب المعالج بتاعه او يبتدي يوديه مصحه نفسيه عشان خاطر يبتدي يتحكم في هذا السلوك، لانه ممكن ينتحر، ممكن يعمل اي حاجه خطا، ممكن يؤذي اي حد جنبه كمان. وجع الظهر، الام في الظهر، تلاقي الجسم مكسر كله طبعا في الجسم العام وخصوصا في الظهر. حزن دائم، طبعا المريض احنا اتفقنا فيه السلبيه والسوداويه، المريض المكتئب سوداوي يعني الدنيا عنده سلبيه على طول. اضطرابات المعده، دايما عنده اضطرابات في المعده، عنده تقلصات، عنده مشاكل في المعده، عنده اسهال مزمن، عنده امساك مزمن، عنده تقلصات. مريض الاكتئاب طبعا الاكتئاب من الامراض اللي بتطول مع البني ادمين، ويوجد بعض امراض الاكتئاب هي لا تعالج، هي طول العمر هتمشي على الادويه مش هتنتهي. نوع الشخصيه، شده المرض، نوع المرض، دافعيه المريض في العلاج، لان حتى علميا حتى الان مش عارفين السبب الفعلي الدقيق للاكتئاب، يعني المحدد بالضبط للاكتئاب مش عارفينه في انهي حته بالظبط. وبعدين النفس البشريه قبل كده تكلمت مع حضراتكم صعب، يعني صعبه وكبيره ومعقده، فلذلك مش عارفين الاكتئاب جاي من انهي حته بالضبط. لذلك يحبس هناخد في طرق العلاج ان الدكتور ينوع اساليب علاجه، ان يعدد الاساليب عشان لو ما جاش من هنا يساعد من هنا، وده مع ده علاج طبي، مع علاج نفسي، مع علاج تحليلي، مع علاج عقلاني، مع علاج بالعمل، مع علاج بالموسيقى، مع علاج بالريكي، مع علاج بالطاقه، مع علاج، يعدد العلاجات فيقوم تقدر التحسن يكون احسن. اضطراب المعده، مزاج سيء باستمرار، مودي ومودي سيء باستمرار او معظم الاوقات، فين وفين يعني كده كل ما نص ساعه يبتسم، ممكن يبتسم يعني يبتسم ابتسامه يعني ابتسامه حزينه، ابتسامه صفراء زي ما احنا بنقول، ابتسامته هو مش حاسسها، هو جسمه بيبتسم لكن مشاعره، قلبه، بقه بيبتسم لكن مش حاسس بحاجه. فدي نقطه تخلي بالك من هذا الموضوع. الارق، مريض الاكتئاب عنده ارق، مش عارف ينام، يصحى بدري، يعني في ساعات كده يبقى من اعراض الاكتئاب الانسان ينام كتير جدا وينعزل كتير جدا جدا جدا، افراط في النوم، ومن اعراضه برضه يكون متوتر دايما وقلقان ومش عارف يعمل اي حاجه خالص. فقدان الشهيه، مريض الاكتئاب، الاكتئاب الحاد دايما مصحوب بنقص في الوزن، نقص في الوزن، فقدان الشهيه، مش عايز ياكل، ولو اكل اكلناه بالعافيه يعني اكله بالعافيه. فالاكتئاب الحاد بيبقى معروض مرتبط بهذه الاشياء، وممكن يكون اكتئاب بسيط ولكن فقدان الشهيه مش مستمر لمده 3 اسابيع او 4 اسابيع، ممكن يروح ويجي، مش لازم الاعراض كلها تتواجد في المرض، لكن بعض هذه الاعراض تتواجد هو دليل على اثبات او كانديكيتور لوجود المرض. الشعور بالذنب، دايما المكتئب ايضا شعار بالذنب، ذنب اللي حواليه وذنب نفسه، وبيأنب نفسه وعنده افكار، دايما نقول كده الوسواس القهري والاضطراب والقلق والاحباط مصاحب معهم الاكتئاب. الاكتئاب هنا مش مرض، الاكتئاب عرض لهؤلاء الحاجات، ساعات كتيره جدا لهؤلاء الامراض، وساعات كتيره جدا الاضطرابات الاكتئاب يكون مصحوب بوسواس، احساس بالذنب، فتلاقي الوسواس يزود الاكتئاب، والاكتئاب يزود الوسواس، والوسواس يزود الاكتئاب، والاثنين يزودوا القلق، والثلاثه يعملوا الضغط، والاربعه يعملوا يعني دنيا عنده ضايعه كتير جدا المريض اللي هو بالاكتئاب، اعراض كثيره جدا عن الاكتئاب، وساوس سقميه، خيالات وهميه، ممكن بقى يتخيل حاجات مريض الاكتئاب او الوسواس القهري، يتخيل حاجات ملهاش اساس ويدافع عنها، يا غير عقلانيه ويدافع عنها كانها حقيقه، ودي من اعراض المميزه جدا للاكتئاب اللي هو هناخده كمان شويه، او لما نتكلم في انواع الاكتئاب هكلمكم عن اللي هو البايبولر ديبريشن او ثنائي القطب، اللي هو ثنائي القطب كانوا بيسموه الهوس الاكتئابي. فانا عندي حاجتين اتنين، عندي هوس وعندي اكتئاب. تلاقي اعراض للهوس مع المريض وتلاقي اعراض للاكتئاب كمان شويه. فهو رايح شويه بين هوس واكتئاب، هوس واكتئاب. كانوا يسموه قبل كده اللي هو الذهان الهوسي الاكتئابي. عندي مشكله. عندي مشكله، عندي مشكله في الذهان الهوسي الاكتئابي ده. فهم دلوقتي مسمينه اللي هو البايبولر ديبريشن. اللي هو او بايبولر ديسوردر، انا عندي اضطراب ثنائي القطب. الاكتئاب ثنائي القطب ده عندي مشكله، عندي هوس وعندي اكتئاب. اعراض الاثنين ايه؟ ساعات كتيره جدا المريض اللي انت بتعالجه او حضرتك الحاله اللي عندك تلاقي عنده يشعر شعور متناقض، كل شويه عنده شعور متناقض، فتلاقي من علامات الهوس، الهوس ممكن تلاقي المريض حاسس بسعاده عارمه، يقول لك انا سعيد جدا 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 النهارده، ليه ما اعرفش بس انا سعيد جدا، مبسوط جدا جدا جدا، وحاسس يعني طيب. كمان شويه كده تلاقي برضو احساس التفاؤل، انا متفائل، متفائل جدا. طب ايه الداعي؟
طب انت كنت امبارح محبط فتلاقيه بحالات مودي من اعراض هو الهو هو دلوقتي في جانب الهوس، هو الاكتئاب ده بايبولر يعني ثنائي القطب، فعندي هوس اكتئاب، اكتئاب هوس هوس اكتئابي، فعندي الهوس موجود اعراض الهوس بنتكلم فيها. الثقه بالنفس الزايده، تلاقي المريض مريض الاكتئاب دايما او مريض الوسواس او المضطرب نفسيا عموما الثقه بالنفس عنده قليله، يعني ده طبيعي لان الاضطراب عامل لك ده، يعني ده متلازمه مع بعضه. تلاقي هنا المريض اللي عنده الهوس عموما او اللي هو عنده ثنائي القطب الهوسي عنده احساس بالثقه بالنفس والعظمه، وانا ذكي، انا عبقري، انا واثق من نفسي، انا متحكم في افعالي، انا قائد، انا رائد، أنا ده سلوك هوسي. انت المرض اللي عندك ممكن يبتدي بقى لو انا عندي الجانب الهوسي شغال يحط لي حاجات وانا مصدقها ومؤمن بيها جدا، ازدياد النشاط الجسماني، حركه مبالغ فيها، يعني تلاقي نشيط بعض الايام تلاقي نشيط جدا، وبعض الايام تلاقيه خامل جدا، بعض الايام تلاقيه في الجيم وتلاقيه، لان الجانب الرياضي من جانب العلاج اساسا، احنا في التشخيص العلاجي هنقول المريض يلعب رياضه، يمارس رياضه زي المشي زي الجيم زي اي حاجه براحته يعمل فيها، يروح الجيم يلعب على الاجهزه ايا كان يعني، فتلاقي عنده مبالغه، يوم فت وحاجه السوبر ستار يعني، ويوم تاني كسول جدا، فتلاقي عنده بقى مشكله تواتر افكار. تواتر افكار يعني عنده افكار عماله تيجي على دماغه ومصدقها، متسلسله من الافكار بيسموها المتتابعه من التفكير او متلازمه من الافكار، او عنده بارادايمات عجيبه تنزل له الفكره يصدقها والفكره تجيب فكره، لان هو الجانب هوسي، وفكره تدلل على فكره تدلل على فكره. هو القضيه هنا في الاضطراب ده، احنا مش ضد التفكير طبعا ولا ضد الثقه بالنفس، ده هو لو عمل الكلام ده حقيقي يبقى هو خف اساسا، لكن المشكله انه هوس طريقه مبالغ فيها، حاجه مش حقيقيه غير في عقله، فدي بتبقى هي المشكله عنده. عدم القدره على التركيز، ساعات كتيره جدا عنده الهوس ده يقول لك مش مركز خالص النهارده، مديش تركيز خالص، وبكره يقول لك انا ذاكرتي زي الفل، فتلاقيه يوم يقول لك انا ناسي كل حاجه، ويوم يقول لك انا ذاكرتي حديد. استهلاك يعني ممكن طبعا ممكن يروح للادمان طبعا في العرض الهوسي، ممكن يدخن، ياكل بشراهه، يعمل الكلام ده كله، ده ممكن يعمل اعراض هوسيه. من الاعراض الهوس ايضا صرف الاموال المبالغ فيه او الفلوس المبالغ فيها، اللي هو بيشتري مش عارف، هو بيدور على اللذه، بيدور على متعه معينه هو بيدور عليها، سواء ان يحمل بعض المتاع والاغراض والاموال او يصرفها او ينفقها او يشتري حاجات كتيره جدا هو مش عايزها، فده نوع من انواع الهوس. الانفعالات العاصفه، ده كل ده في اعراض البايبولر يعني اللي هو الثنائي القطب، فانا في قطب واحد دلوقتي اللي هو الهوسي. انفعالات عاصفه يعني موقف بسيط تلاقي ردة فعل عنيفة مبالغ فيها جدا 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 فوق ما تتخيل، لذلك تلاقي الطبيب أو المعالج بيتحمل كل ده ويمتص كل ده، لأن أي ردة فعل عكسية ممكن تبوظ أو تعمل الانتكاسة للمريض. خلل في التحكم في العقل، مش بيتحكم في أفكاره ولا في مشاعره، شمال رايح جاي، هوسي هوسي مهووس مهووس طبعا، ده يعني في نوع من الاضطراب نفسه اسمه الهوس، بس انا عندي هوس، هو ده عنده جانب الهوس وعنده جانب الاكتئاب. لو فضل في الاعراض دي بس، اللي هو ميل بيطلع بسرعه من حاله لحاله وعنده هوس وانفعال عاطفي وصرف اموال وافكار متسلسله هو اللي مصدقها وانفعالات عاصفه والكلام السريع، خلل في الحكم في تحكيم العقل، فرط في الثقه بالنفس، يقول لك انا واثق من نفسي جدا، وانت امبارح كنت مثلا يعني اعراضك وتاريخك المرضي وسجلك المرضي انت مش كده. لو فضل عنده الشعور ده بس وفضل عنده الاعراض دي بس كده، ده عنده هوس، يعني ده كده مريض بالهوس، ده عايز يتعالج، ده راجل يعني ربنا يكون في عونه. برضه ايضا اضطرابات الهوس كثيره جدا وانواعها كثيره جدا، لكن انا مربوط بقى بالهوس الاكتئابي، تلاقي الشخصيه هي بقى بعد اسبوع، بعد يومين، بعد ثلاثه، بعد الموقف، بعد ما تهدى انفعالتها تهدى، بعد الحاله، بعد وات ايفر، تلاقي افعال متناقضه، تلاقي بقى الشغل البايبولر اللي هو القطب الثاني يظهر لي، الحزن الشديد، في بعض الحالات الأفكار الانتحارية، الإرهاق، التعب العام، مشاكل في التركيز، قلق والعصبية، آلام مزمنة في الظهر، آلام مزمنة في جسمي كله، إرهاق، اضطراب في الشهية، مش عايز آكل، عدم الاهتمام بالفعاليات اليومية، مفيش، مش في المود، مش عايز، مش قادر، اليأس وانعدام الأمل، الإحباط.
كل ده متلازم معاه القلق. فتلاقي المريض شويه كده وشويه كده، ودي عامله حاله صعبه للمريض نفسه. المريض نفسه تعبان من 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 هذا الصراع، يعني عامله صراع عجيب لدى المريض. فالمريض نفسه متضايق تعبان في حكمه على الاشياء. يمكن دي كلها بعض اعراض الاكتئاب بمعظم انواع الاكتئاب. زي ما قلت لحضراتكم ان انا عندي اكتئاب احادي القطب، وعندي ثنائي القطب، وعندي اكتئاب بسيط، وعندي اكتئاب حاد، وعندي اكتئاب جسيم، وعندي اكتئاب متواطئ، وعندي اكتئاب تفاعلي، وعندي اكتئاب بعد ما بعد الولاده، وعندي اكتئاب ما بعد الجماع، وعندي اكتئاب ما بعد الحيض، وعندي اكتئاب موسمي. مواسم بقى كل 6 شهور في السنه يجي لي دماغي تقفل معايا كده، اكتئاب موسمي او كل 3 4 شهور في السنه براحتك يعني. فعندي انواع كثيره للاكتئاب. زي ما قلت لحضراتكم الدكتور عكاشة يقول انهم اكتر من 48 نوع. بعد ما شخصنا الاعراض وقلنا الاعراض بتاعه الاكتئاب واسبابه، هتروح بقى طبعا تتابع مع الطبيب المختص المعالج بتاع حضرتك، هيتابع معك عده اساليب. قبل كده قلنا ان الاكتئاب لما بيكون بيتملك من الشخصيه راجع لاثر طبي هو نقص ناقل عصبي اسمه السيروتونين. السيروتونين في العقل بين الخلايا او العصبونات العصبيه بيحسن المزاج وبيحسن بيحس بالسعاده الانسان والانبساط والارتخاء والحب والطمانينه، ويعني هرمون جميل جدا او ناقل عصبي جميل جدا، ناقل عصبي جميل جدا 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 اسمه السيروتونين. الاطباء والعلماء وجدوا ان هذا الناقل العصبي بيقل جدا في حالات الاكتئاب، حالات القلق، في بعض الاضطرابات العقليه بيقل في معظم الاضطرابات العقليه. في الاكتئاب يوم العلاج هيكون فيه جزء طبي، الجزء الطبي تدخل فيه الادويه طبعا. الادويه دايما بتبقى خاصه او بتدي الجسم اللي هو الناقل العصبي ده اللي هو السيروتونين. ادويه مثبطه او مثبطه للسيروتونين او منشطه للسيروتونين. في ادويه اخرى لتحسين المزاج غير السيروتونين ومشتقات هذه الادويه كثيره جدا. ممكن ايضا تلجأ للعلاج بالجلسات الكهربيه. العلاج بالجلسات الكهربيه قد يدخل في بعض الحالات الحاده من الاكتئاب. ثم بعد ذلك او بعد ذلك تدخل في العلاج النفسي. يبقى خلصت العلاج الدوائي مع الطبيب بتاع حضرتك بيمشي بارلل مع العلاج النفسي. معانا اتصال ونرجع نكمل طرق العلاج، طرق علاج الاكتئاب. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. الو، الو، السلام عليكم، سامعني؟ الو، 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 معاك يا استاذ محمد، سامعينك. لو سمعنا اتكلم، سؤال حضرتك. معلش انا عندي يعني زي لازم بغسل ايدي على طول كذا مره، عندي وسواس قهري كده. عند حضرتك وسواس قهري؟ اه. عندك كام سنه يا محمد؟ يعني عندي اكتئاب شديد جدا، حاسس ان يعني مش اي حاجه ترضيني. طيب احنا اتكلمنا النهارده في اعراض الاكتئاب. معظم الاعراض اللي اتكلمنا فيها عنك عدم الاحساس بالرغبه في الحياه، فقدان الشهيه، نقص الوزن، السوداويه، التشاؤم، فقدان الرغبه الجنسيه، كل ده عند حضرتك؟ معظم الاعراض دي عند حضرتك؟ طيب يا استاذ، الخط قطع. استاذ محمد لو متابعنا، احنا قلنا الاعراض، طرق العلاج هنتكلم فيها ان شاء الله. الوسواس القهري انا هعمل لكم حلقه خاصه بالوسواس القهري وعلاجه، لان الوسواس القهري موضوع كبير جدا، وهو من اكثر المرضى المعذبين بجوار مرضى تفكك الشخصيه والفصام. يعني 3 مرضى دول ويجي بعدهم الاكتئاب، من المرضى المعذبين جدا في الارض. المريض نفسه متعذب. لذلك ان شاء الله هعمل لكم حاجه عن الوسواس القهري، الاسباب، الاعراض، العلاج، التشخيص. العلاج الدوائي وقلنا بياخد فيه مثبطات او منشطات السيروتونين في الجسم عشان خاطر المخ، يبتدي الطبيب يمشي على هذا العلاج. بعد ذلك يجي العلاج المعرفي. من العلاجات الرئيسيه جدا والمهمه جدا لمرضى الاكتئاب هو العلاج المعرفي. العلاج المعرفي، المريض الاكتئاب عنده بعض الافكار السوداويه، عنده بعض فقدان الامل، عنده رغبه في الحماس، عنده فقدان التواصل الاجتماعي، ومؤمن بهذه المنظومه من الافكار. العلاج المعرفي دوره ان يزيح هذه الافكار ويحط مكانها افكار جديده باستخدام تنويم بالإيحاء، العقل الباطن، العلاج العقلاني، العلاج السلوكي، العلاج المعرفي، العلاج الجماعي. كل ده اقدر اغير افكار المريض باستخدام التنويم بالإيحاء. قبل كده قلت العلاج بالطاقه، العلاج بالموسيقى، الاسترخاء،
مع المشي مع هناخد يعني هنقول الكلام ده بالترتيب، لكن كل العلاجات دي ماسكه مع بعضها عشان تحسن من المزاج العام لمريض الاكتئاب. العلاج المعرفي بنركز كتير جدا على نوع التفكير، الادراك، التفكير الايجابي، التفاؤل، الثقه، الحماس، الرغبه، الاراده، التحفيز، ونقنع المريض ونبتدي نخاطب عقله الباطن بقوه وعقله الواعي ايضا، انه نزرع له هذه الافكار جواه انه يقدر وانه ليه لا وانه قدر قبل كده وانه جرب وحاول مش هتخسر اي حاجه تانية، وانت كده كده في وضع معين لما تجرب الافكار دي هتوديك للوضع ده. طب ولو ما نجحتش يا دكتور هترجع للوضع بتاعك اللي انت كنت فيه. فنقوم نبتدي نغير هذه الافكار. العلاج العقلاني، العلاج الجماعي ساعد في بعض حالات الاكتئاب، العلاج السلوكي، حاجات الرائعه جدا العلاج السلوكي، ان بعض التمارين بعض الحاجات اللي المريض بيبتدي يعملها عشان تبتدي يصدق. والعلاج بالقراءه من العلاجات الناجحه جدا في حالات الاكتئاب، العلاج بالقراءه ان الانسان يبتدي يقرا، العلاج بالعمل ان الانسان يبتدي يطلع ويروح شغل ويتحك ويحتك يبقى عنده اهداف ينجز اشياء حتى لو صغيره جدا 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 جدا، يبتدي بعد كده الحاله تتحسن والمزاج العام يتحسن. بعد كده عندي التمارين الرياضيه بعد العلاج النفسي، العلاج الطبي في الجانب الرياضي، ان المريض يتمشى كل يوم، ان المريض يكون بيلعب رياضه، الرياضه عموما بعد تلت ساعه ممارسه لرياضه المشي او لرياضه الجري الخفيف يتولد هرمون السيروتونين بنسبه كبيره جدا في الدم او في الجسم، وهو السيروتونين ده يعني مربط الحصان زي ما احنا بنقول، من الحاجات اللي بتساعد كثيرا جدا على تحسن او على صحه واعتدال المزاج للانسان العادي حتى، لانه بيطلع فيها الطاقه السلبيه والكبت اللي جواه. غير التمارين الرياضيه في ان الانسان يبتدي يتحرك في اماكن فيها خضره، ان الانسان يبتدي يتعرض لمواقف جمال، ممكن يتابع حتى مسرحيات، حاجات في طبعا السايكودراما، في العلاج بالفن ان يبتدي يتفرج على حاجات هادفه تحسن من حالته، على حالات شبيهه وتعالجت، على حاجات مفرحه. في كليه طب سان فرانسيسكو بيعالجوا بالضحك بالابتسام، مريض الاكتئاب فاقد الابتسامه، لذلك انك تخلي مريض الاكتئاب يبتسم احساس صعب وإحساس جميل ويساعده كتير جدا على التحسن، إنه يبتسم، إنك تبتدي بالدعابات، إنك تبتدي تخليه يتكلم في مواقف هو بيحبها، إنك تقول له كلمني عن حاجة عملتها بتحبها، حتى لو حاجات بسيطة جدا، يجب على المعالج إن يسمع ويسأل. مريض الاكتئاب من المرضى اللي مش عايز يتكلم. لذلك دور الطبيب بذكاء وبحنكة إن يخليه يتكلم. إن المريض بحنكة وذكاء يخليه يتكلم. يسحب منه الكلام زي ما احنا بنقول، المريض الاكتئاب مش عايز يتكلم اساسا. في العلاج النفسي يعني تقول له احكي لي، احكي لك ايه؟ يعني طب قول لي عملت ايه؟ الحمد لله. طب يعني حاول تتكلم تحكي، يعني الايام زي بعضها. والله عادي. الحمد لله يا دكتور والله يعني الدنيا تمام. فبتلاقيه بيأثر في الكلام على الاخر لان هو مش هو سوداوي. لذلك دور المعالج بحنكه ان يقعد يتكلم معاه. العلاج الطبي للامراض النفسيه النهارده لم يصبح خاضعا او قاصرا فقط على العلاج بالادويه بس او العلاج الطبي البحت. العلاج النفسي مهم جدا للعلاج الاضطرابات الشخصيه بصفه عامه ولمريض الاكتئاب بصفه خاصه. انا اتكلم مع المريض واتحاور معاه في جلسات علاجيه واعدل في افكاره، في البارادايمات اللي نازله له، في الاستراتيجيات العقليه اللي نازله له، في المتتبعات والافكار اللي هي نازله له في دماغه اللي هو ممكن يكون خلقها من نفسه لو هو مهووس عنده هوس في الـ في الـ في البايبولر ديبريشن. قلنا ان هو عنده افكار هوسيه هو مصدقها، وتلاقيه بيجمع الادله اللي تقنعه بذلك. لذلك انت لازم المريض المعالج يتحمل الموضوع ده ويبتدي يتكلم مع المريض ويحاول مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره والف، لان المريض ده سلوك مرضي لا يعاتب عليه غير السلوك السوي، تعاتب عليه وتتحاسب عليه. دي نقطة. الرياضة بصفة عامة، الزروع، المشي في أماكن خضراء، الحاجات الجميلة جدا اللي تساعد على تحسن الصحة النفسية عموما، الحاجات الجميلة، مناظر الجمال، الطاقة، شحن الطاقة. شحن الطاقة يمكن في أماكن بسيطة جدا للإنسان المكتئب نقولها كده، لما الإنسان يكون مكتئب أو حاسس إنه بضيق أو خانقة، خصوصا اللي هم عندهم الأعراض مش اللي عنده المرض حاد، هتساعده جدا، واللي عنده المرض حتى هتقلل من الاكتئاب بتاعه شويه. ان بنقول في عندي مناطق للاكتئاب خاصه في بشكرات الطاقه، بنقول لاي حد عنده ضيق، عنده توتر، عنده قلق، اضغط على المكان ده بصبعك لمده دقيقه.
وحافظ على تنفس استرخائي هادي جدا، بدخل فيه 4 عدات وبطلع فيه 8 عدات وانا ضاغط على المكان ده، وتفك وترجع تاني تعمله لمدة 3 أو 4 مرات، تفرغ طاقة سلبية جبارة جواك، تحس بارتياح عجيب. ممكن في بطن القدم ايضا، اماكن مسؤولة عن الاكتئاب والتوتر، ممكن عند في بطن القدم عند الصابع الكبير اللي في القدم تحته كده بالظبط، واضغط لمدة دقيقة وافك، وتحتها بشوية هنا بضغط وافك، وعند راحة القدم اللي هو عند التقوس بتاع القدم باطن القدم كده اللي هو التجويف ده ببطن الايد، وهي تعتبر الشكل الضفيرة الشمسية الخاصة بالاكتئاب هنا اهو، واضغط في الجسم، واضغط براحة اليد على باطن القدم في منطقة التجويف، اضغط واضغط واضغط، وبعد كده افك افك وارجع تاني اضغط اضغط وبعد كده افك. الحاجات اللي بتحسن الحاله النفسيه كتير جدا التنفسات، التنفسات ان ياخد تنفسات استرخائيه زي ما قلت لحضراتكم، ياخد في 4 عدات ويحبس ويطلع في 8 عدات من الفم كانه بيطفي شمعه، ما يطلعش من الانف، يطلع من الفم، من التنفسات اللي بتريح جدا. مع الزفير ايضا وانت بتطلع التنفس في المكان ده اللي عظمه القص تحت القفص الصدري هنا، العظمه دي اسمها المكان ده اسمه شاكرا الضفيره الشمسيه، خاص بشاكرا المشاعر عموما في مجال الطاقه. فنقول للمريض تخيل وانت بتطلع الزفير انك بتطلع كل الاكتئاب والالم والتعب الجسدي اللي جواك على هيئه دخان اسود او رمادي بيطلع من هنا وبيطلع من جسمك كله. فكل ما تاخد نفس وتحبس وتطلع من هنا كأن في دخان، كأن النفس طالع من هنا، كأن النفس طالع من هنا، وتحس بكل خلية في جسمك مرتاحة ومرتخية تماما، وتحس بكل حتة في جسمك مرتاحة. ومع النفس الأخير بتاخد طاقة وبتشحن بيها جسمك، وبتتخيل الطاقة ماشية في كل جسمك من جوه مع الهواء في كل ذرة من ذرات جسمك، وبتنزل لحد رجلك وبتلف جواك كلك، وبتحسن في مجال الهالة بتاعتك، وبترمي بكل الأمراض مع الزفير من شاكرا الضفيرة الشمسية بتاعتك. من الحاجات اللي تحسن جدا جدا الاتصال. أستاذ محمد معانا اتصال. أستاذ محمد السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام يا دكتور. ازيك يا أستاذ محمد؟ الله يسهل حضرتك. بقول لحضرتك لو سمحت، أنا كنت عندي مشكلة كده زوجية، أنا كنت اكتشفت إن زوجتي كانت يعني كان بيتكلم مع حد بعد الجواز يعني فترة كده. تمام. بحوالي 2 شهر. تمام. فالمهم اكتشفت الموضوع ده وسجلت لها وواجهتها بالموضوع، وهي كانت بتكلمه كده، كان زميل لها في الشغل، فواجهتها بالموضوع وهي انهارت، وقالت انا عندي حاله نفسيه وانا كنت تعبانه نفسيا وكده. تمام. واكتشفت هي كانت بتكلم كذا واحد يعني في التليفون، مع ان هي كذا محترم جدا يعني. تمام. يعني هي كذا مرموق جدا. تمام. فجيت بعد فتره قلت لها طبعا هسامحك وكده، لان هي حاله نفسيه وكده، وسامحتها ومشينا عادي. بس انا اكتشفت بعد كده عندها زي ما تكون حاله نفسيه. تمام. يعني انا زيها دايما كده. دايما عندها حب ان هي مثلا شهوه ان هي الناس تبص لها كتير او حاجه زي كده، فبالتالي دي عامله مشكله. يعني ممكن الجار مثلا هي تحاول تلفت نظره، تلفت بتحاول يا استاذ محمد تلفت انتباه الاخرين ليها، وتحاول عايزه الناس تبص لها او تتكلم عنها، تثني عليها او تمدحها او تقيمها دايما، تحب كده نظره الناس ليها، صح؟ هو لا، هو مش بالطريقه دي. يعني انا حاسس ان هي حاله زي ما تكون خيانه، يعني حاجات طبع الخيانه. جميل. مش عارف، انا حاسس ان هي دايما فيها طبع الخيانه. هي مثلا دايما، وبعدين المشكله ان هي لما باجي اواجهها وتقول انا ما بعملش كده. تمام. والمشكله الاكبر ان هي بالنسبه لما اجي اسال زمايلها او كده، كله بيدعي لي بيقول ده انت امك دعالك سلسله الادب، انت متجوز دي. تمام. شخصيه قويه ولها احترامها ولها اخلاق، انا الوحيد اللي مكتشف المصيبه دي. تمام يا استاذ. فالمهم المشكله دلوقتي ان انا بقى عندي شك. انا عندي شك جامد، فمشكله مثلا ممكن مرات تصير بيها في، يعني بقى عندي شك كبير، والموضوع ده بقى موصلنا لمشاكل كبيره مع بعض، انا دايما شاكك فيها. فهل الشك ده ممكن يروح؟ وهل انا ممكن اكمل معاها؟ يعني الحاله النفسيه دي ممكن لها علاج؟ هل انا ماشي صح كده؟ انا عايز براعي ربنا فيها عشان عندي اولاد وكده. تمام. انا عايز، وهل انا كده طبيعي ولا انا مثلا انا مقفور؟ يعني انا عايز افهم برضه حالتها. تمام يا استاذ. وهل لنا علاج؟ يعني هل اخدها اروح للدكتور احنا الاثنين مع بعض لنا علاج مع بعض؟ تمام يا استاذ محمد، هجاوب حضرتك حالا لان سؤال مهم جدا، وسؤال من الاسئله اللي ممكن تدمر، يعني ممكن الموقف اللي الاستاذ محمد بيتكلم فيه يدمر بيوت ويشرد اطفال. اولا يتوقف على نوع شخصيه زوجه حضرتك.
ونوع شخصيتك ايضا. قد تكون انت يا استاذ محمد شخصيه شكاكه، والشخصيه الشكاكه لو انت، انا كان نفسي الاتصال يدوم معايا، هل انت بتدقق على كل حاجه؟ هل انت ملاحظ جيد؟ هل انت لو عندك حاجه هتعملها بكره ما تنامش؟ شكاك، شكاك بطبعك، شخصيه حساسه جدا وشكاكه جدا، فده يبقى زوجتك ممكن تكون ما فيش اي حاجه خالص، وكل ده ناتج عن نوع شخصيتك انت. قد يكون شخصيتك طبيعيه جدا وزوجتك عندها مشكله نفسيه مؤديه لهذا الانحراف. خلي بالك الضغوط النفسيه يا استاذ محمد ممكن تؤدي الى سلوك انحرافي مفاجئ للانسان. الانسان ممكن من اعراض السلوك الانحرافي الضغوط النفسيه عموما ممكن اسرق، ممكن القلق، الرعشه، هزه الرجل، نتف الشعر، اللعب في الشعر كتير، الاهتمام بالمظهر المبالغ فيه، الاهتمام بالشكل المبالغ فيه، يبقى ناتج عن اضطراب او ضغوط نفسيه. فممكن العلاقات وعمل علاقات او اللي عملت علاقه مع بالنت او بالتليفون مع حد، اولا لو حضرتك شخصيه مش شكاكه هيبقى الوضع طبيعي، ممكن تقول لك انا بكلم زمايلي مفيش اي حاجه خالص. لو حضرتك شخصيه شكاكه هتبقى شايف ده مشكله تانية، وخصوصا لو انت شخصيه شكاكه ومنعزل او انغلاقي مش انفتاحي. وزوجتك لو انفتاحيه، وزوجتك لو مثلا شخصيه نرجسيه تحب الثقه بالنفس والذات وان الناس تثق فيا وتتكلم عني وانا وانا ورحت وانا جيت، فده هيبقى في مشكله بينكم في نمط الشخصيه بس، وده سهل جدا يتحل. ولو زوجتك عندها اضطراب نفسي، وطبعا انا ما اقدرش اقول عندها اضطراب او لا بدون فحص ليها، او اي زميل ليا طبعا عايز يفحص الحاله، عايز يفحص الحاله، يبقى هنا حضرتك ما تاخدهاش بذنب انها مريضه نفسيا، محتاج تتابع مع دكتور. وانا برضو ارجوك قبل ما تاخد اي قرار، لان الشك الكتير والتفتيش الكتير والنمط بتاع حضرتك ده بيزود الحاله اللي عندها. لذلك لما قلت لي هي وعدتني فتره وبعد كده رجعت تاني، لان الضغط النفسي ما اتحلش، لان نوع الحياه بينكو هي هي طريقه الحياه، نوع تفكيرك فيها ونوع تفكيرها فيك اصبح زي ما هو، او عدم توافقكم الشخصي، الحاله هترجع بعد تاني. فاحنا هترجع تاني بعد كده، لان احنا عملنا بس تجنيب للحاله او خدرنا الحاله فتره ورجعت تاني. لذلك انا ارجوك عشان ترحم نفسك من الشك وترحم نفسك من هذا العذاب والالم النفسي، تابع مع دكتور انت وزوجة حضرتك، وساعتها الدكتور هيبقى ليه الكلمه الاولى والنهائيه، يقول لك ان لو اضطراب نفسي فانت تقدر تتحمل وتعالج منه وتشفى منه تماما ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. اتكلمنا النهارده عن اعراض الاكتئاب، اسباب الاكتئاب، الوقايه من الاكتئاب، ثم بعد ذلك عن طرق علاج الاكتئاب. اتمنى من الله سبحانه وتعالى الحلقه تكون عجبتكم وافادتكم. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.